السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامي، السلام على ذي الساق المرضوض بحلق الحديد، السلام على صاحب المناجات الكثيرة والدموع، السلام على صاحب السجدة الطويلة والضراب، السلام على الجنازة المنادى عليها بذل الاستغفار، السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا موسى بن جعفر. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله لكم الأجر مشاهدينا الكرام وأنتم ترافقون في هذه الساعة التي هي ساعة من ساعات الجنة أنا أعتبرها، أيضا في شهادة موسى بن جعفر نجدد العزاء لمولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف وإلى مراجعنا العظام وإلى كل المؤمنين والمؤمنات. طبعا اليوم مشاهدينا الكرام احنا في الكاظمية ونتشرف بخدمة زوار الإمام موسى بن جعفر، وإن شاء الله هذا الثواب تشاركونا به وتكونون معانا من المساهمين والمشاركين في زيارة موسى بن جعفر عليه السلام. بالتأكيد هذه الكؤوس كؤوس الجنة، هذه الكؤوس كؤوس الشفاء إن شاء الله، وأيضا نتبرك بخدمة زوار موسى بن جعفر عليه السلام. هذه الزيارة اللي ننتظرها من سنة إلى سنة ومن زمان إلى زمان، خصوصا إحنا العراقيين اللي ما نحلف إلا بحياة موسى بن جعفر، ومن نوقع بشدة ما نلجأ إلا لموسى بن جعفر، ومن نكون على محك مع الزمن ما نلتجأ إلا للإمام موسى بن جعفر عليه السلام. فض حجية إن شاء الله، زيارتكم مقبولة يا رب وعزاءكم مقبول إن شاء الله. نعم مشاهدينا الكرام، لقطات حية من شهادة الإمام موسى بن جعفر وزوار الإمام وخدمة الإمام، هذه الخدمة التي لا يضاهيها خدمة، هذه المشاعر حقيقة تعجز عن تفسيرها كل القواميس، تعجز عن تفسيرها كل الأدباء والكتاب وكل ما يمتلك، كل من يمتلك كلمة وكل من يمتلك رأي صائب. أيضا نرى المعجزات، الطفل الصغير يأتي إلى زيارة الإمام موسى بن جعفر، الحاج الكبير يأتي إلى زيارة موسى بن جعفر، أيضا هذه المعاجز اللي نلتمسها بهذه الزيارة حقيقة يعجز عنها اللسان، لكن أوعدكم مشاهدين الكرام خلال هذه الأيام أنه نحط الرحال على أبواب السجين في برنامج على أعتاب السجين، فأهلا وسهلا بكم ورافقونا في فقرات برنامجنا لهذا اليوم. ثم طابت الأرض التي Thank you.
لدينا عزيز من خادمات الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، نرحب بالاستشارية النفسية السيد غفران رحيم جاسم، عظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء سيد غفران. وأجوركم إن شاء الله عزيز الكريم، الله يحفظكم إن شاء الله. مأجورين إن شاء الله. سيد غفران، دور الزيارات المليونية اللي دائما ما ترافقنا في مواسم الاستشهاد للأئمة عليهم السلام، وأيضا في موسم زيارة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، دائما نلاحظ بعض العلاقات المتفككة أسرية. صحيح. أو بعض المشاكل اللي تعاني منها الأسرة على طوال السنة، لكن في هذه الزيارة أنا لاحظت الآن في لحظات خدمة سيدي ومولاي الإمام الكاظم عليه السلام أطفال صغار، عجائز، رجال كبار في السن، كل الفئات العمرية تأتي العائلة بأكملها. ألاحظ أنه علاقة تفاعلية بين هذه الأسرة، لأنه راح يقطعون مسافات طويلة، راح يقطعون يمكن سيرا على الأقدام، وهذه القطوعات اللي تشهدها مدينة بغداد استعدادا لهذه الزيارة. ألاحظ أيضا أنه خوف الأب على ابنه، خوف الزوج على زوجته، كل هذه المشاعر حقيقة دائما ما تربط الأسرة من جديد، تربط العائلة من جديد. نعم بالضبط. فدور هذه الزيارات في ترميم ما هو قد يكون بحاجة إلى ترميم داخل الأسرة. نعم، أنا أتحدث كدوري كمستشارة نفسية. نعم. نحن كمركز إرشاد أسري تابع للأمانة العامة العتبة الحسينية فرع بغداد، أن نستثمر هكذا زيارات مليونية في غرس ما يمكن غرسه من الناحية التربوية، خصوصا التربية الكاظمية الممنهجة التي تقوم على الكثير من القيم التربوية. نحن نستثمر هذه الزيارة حقيقة بطرح الكثير من المفاهيم التربوية اللي ربما مغيبة عن شخصية الإمام الكاظم سلام الله عليه والظلم الذي تعرض له خلال حياته. نعم. نحن كمركز إرشاد دورنا اليوم هو تقديم الاستشارات النفسية، هذه بالدرجة الأساس، لأنه اليوم كمجتمع عراقي واجه الكثير من الصعوبات. من هذه الصعوبات هو التفكك الأسري والمشكلات النفسية، وهذه واجهها أي مجتمع ممكن دولي. نعم. فتقديم الاستشارات هو جدا مهم وضروري، ونحن نحاول دائما أن نثقف العائلة العراقية والبغدادية بالخصوص في هذا الموضوع، إضافة للمخيم الكاظمي الذي نواكبه منذ البارحة. نعم. وإن شاء الله نحن مستمرين في هذه التغطية من خلالكم إن شاء الله أنتم أيضا. الجانب الإعلامي هو أكبر وأكثر من كل الجوانب في التغطية المليونية لهذه الزيارة. أحسن. نعرج دائما على طبيعة الطفل العراقي. طبيعة الطفل العراقي هو طفل دائما يكون انفعالي. نستخدم الكثير من الفنيات التربوية من خلالها فنية الرسم، أو من الجانب التخيلي في كيف أنه نوصل له من خلال هذا الجانب الفكري. نعم. عن شخصية الإمام الكاظم نطرح الكثير مفاهيم، ويمكن من أكثر مفاهيم هو مفهوم الصبر أو الجانب الانفعالي اللي استخدمه وحافظ عليه في تعامله مع أعدائه ومع الحكام الظالمين الذين كانوا موجودين آنذاك. أحسنتم كثيرا. سيد غفران، أنا من أرجع أقلب كتب التاريخ أو أقرأ الروايات الخاصة بالإمام موسى بن جعفر عليه السلام. نعم. رغم امتداد سنوات سجنه، لكن سلام الله عليه بقت علاقته بأسرته. نعم. بأولاده، خصوصا من نقرأ وصاياه للإمام الرضا عليه السلام وانتقاله قبل 3 أيام من شهادته إلى المدينة المنورة. نعم. بالمعجزة كي يوصي بوصاياه الإمام الرضا عليه السلام. هذه العلاقة رغم هذا البعد، رغم السنين، يمكن أكثر الأئمة ذرية هو الإمام موسى بن جعفر. نعم. سلام الله عليه، ما يقارب 35 حسب الروايات. نعم. ولد أو بنت له. أحسنتم. نعم. لكن هذه الفترة الزمنية ما غيبته عن أسرته، ما قطعت العلاقة الروحية بين الأب وأبنائه، ما قدرت كل طواغيت الدنيا أنه تحاول تزعزع مكانة الأب داخل أنفس. صحيح. أبنائه. لو أنا أريد أرجع إلى عائلتنا العراقية اليوم. نعم. شون أقدر أنه أخذ هذه الخصال من الإمام موسى بن جعفر عليه السلام كي أتأسى بهذا الإمام. نعم. الهمام. أحسنتم أحسنتم. نحن دائما نعرج على قضية القصة القصيرة، لأنه اليوم الطفل إذا تقدري تنطي محاورة ما يقارب 45 دقيقة أو أكثر، هو صعب عليه يركز. صح. لكن أنا اليوم قد أعرج على نقاط مهمة بشخصية الإمام الكاظم من خلال القصة القصيرة. مثلا هسه اليوم أنطيش كمثال الطفل العنيد. نعم. اليوم أكثر يعني المشكلات ربما النفسية اللي تجينا اللي إحنا كمركز استشاري متخصص. نعم. هو إنه أنا طفلي عنيد، شلون أتعامل مع العنادة. نعم. أو مع مفهوم العنادة أو سمة العنادة عند الطفل. أحسن. لازم نوثق إحنا ككبار طبيعة أسلوبنا بالتعامل مع هذا الطفل. ربما بعض المواقف اللي احنا إذا يسعنا الوقت، مواقف الإمام الكاظم سلام الله عليه بتعامله مع أعدائه
أو مع الناس اللي كانوا هم لا يفهمون من هو الإمام الكاظم. طيب أنا ألاحظ يمكن بعض الأمور الإنسان يجي من طريق مسافات بعيدة، يمكن المحافظات الجنوبية يعانون حتى يوصلون إلى زيارة موسى بن جعفر. إن شاء الله هذا الطريق إن شاء الله إنه لهم الأجر إن شاء الله، لكن الطريق هو أيضا مشقة. يعني أنا لا أتخيل إنه هو ممكن هذا الطريق هو معبد فقط بالورود والبركة. أكيد موجودة، لكن رب العالمين يختبرنا بهذا الطريق، يمكن نمر بفترات عصيبة. صح. يمكن أنه المزاج يتغير لأنه أنت ما موجودة داخل بيتك وموفرت لك كل هذه الوسائل الراحة، رغم بارك الله بخدام الإمام أنهم موفرين كل ما يستطيعون الراحة. نعم كل ما يستطيعون من وسائل الراحة، لكن الإنسان سبحان الله يمر بفترات قد يختبر رب العالمين وقد يسيء للطرف الآخر أو يسيء الظن برفيقه اللي ينافسه بالطريق. أحسنت. ربما هذه الزيارة هي نقول إحنا خط العودة لطبيعة الإنسانية، لأنه زيارة الإمام الكاظم فيها الكثير من الطمأنينة والراحة والسكينة. ذلك سموه وارث السكينة. هذه الزيارة بحد ذاتها تخلق نوع من الهدوء النفسي اللي احنا نحتاجه كمجتمع عراقي. أحسن. لأنه طبيعتنا الانفعالية بحكم الظروف الكبيرة اللي مرينا بها والصعبة نحتاج هكذا زيارات، وحقيقة هذا الإمام الهمام سلام الله عليه يعطينا الكثير من الطاقة. طيب شلون يتعامل مع الرفيق اذا ما كان رفيق دربي او رفيق سفري؟ نعم. قد يمر بيناتنا انه نوع من الاساءه لا سمح الله. نعم. التذكير دائما بما مر به الامام الكاظم سلام الله عليه من صعوبات. اذا اليوم انا ما استثمر قضيه الامام الكاظم او استفاد منها او اطبقه في مسيري كحياتي او كانسان، ما الفائده من ذلك؟ أنا اليوم متشيع وأحب الإمام الكاظم وأحب أهل البيت، لكن إذا ما كان أكو تطبيق سلوكي. نعم. لطبيعة هذا الإنسان أو كيف ممكن مارس من أمور تربوية ونفسية، وخصوصا موضوع كظم الغيظ اللي هو يمكن من أكثر السمات المعروفة في شخصية الإمام الكاظم هو هذه السمة. فأنا اليوم لازم أنه أقرأ بعد ذلك أستمع لطبيعة هذا الإمام وكيف ممكن كان يتعامل مع هذا الكم الكبير من الأعداء ومع الكثير من الحكام الظالمين. نعم. أنا اليوم لازم أن أذكر نفسي لأنه التذكير ينفع للإنسان المؤمن. أحسنت. فذكر أن نفعت الذكرى. إحنا اليوم نحتاج للتذكير الدائم. لولا الاستغفار احنا اليوم دائما نقول استغفر الله استغفر الله، ما طبيعه هذا الاستغفار. أحسنت هو يحتاج الى التهدئه نوعا ما، فاحنا لازم نتذكر. طيب حديث او روايه عن الامام موسى بن جعفر تحبين تختمين بكلامكم المميز؟ نعم. حقيقه في روايه للامام انا ما حافظتها بالمعنى، لكن مضمون الروايه انه زياره الامام الكاظم فضلها كفضل زياره رسول الله صلى الله عليه وسلم وامير المؤمنين. احسنتم. ماذا نحتاج اكثر من ذلك؟ احسنتم كثيرا. أحسنت. ان شاء الله نتمنى لكم اعمال مقبوله وخدمه متقبله ان شاء الله الله، وتكونون كل سنة وكل عام من زوار الإمام موسى بن جعفر. إذن مشاهدينا الكرام اسمحوا لنا أن ننتقل الآن إلى الزميل عمار غفار من قضاء المدائن، وهو يحاول أن يحيطنا بماذا يجري في هذا القضاء المبارك من حركة للزوار الكرام. إلى نعم. شكرا للزميلة لا طاهر، عظم الله أجورنا وأجوركم مشاهدينا الكرام بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ونحن كما تشاهدون متواجدين على طريق كوت بغداد، هذا الطريق الذي شهد منذ أيام اكتظاظ بالزائرين الوافدين من مختلف المحافظات الجنوبية باتجاه بغداد لإحياء مناسبة استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. أكيد هذه التغطية المباشرة مشاهدينا الكرام راح نتعرف على مسير الزائرين وكيف أقضوا أيامهم سيرا على الأقدام باتجاه الكاظمية المقدسة. السلام عليكم، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. وعليكم السلام ورحمة الله، عظم الله أجرنا وأجوركم وأجور المسلمين والمسلمات ولا سيما مراجعنا العظام وصاحب الأمر الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه باستشهاد جده موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام الذي قتل مسموما على يد الملعون هارون اللارشيد لعنة الله عليه. عظم الله لنا ولكم. الله أجوركم. زارنا من أي محافظة جاء؟ من العمارة، جايين مشي سيرا إلى مولاي موسى بن جعفر الكاظم الغريب المسموم المسجون
ومسيرتنا وصالنا 9 أيام نمشي إلى مولاي موسى بن جعفر. ما شاء الله، عظم الله أجوركم. طبعا هاي 9 أيام أكيد بها فد مواقف، بها فد أمور خلال مسيركم إلى العتبة الكاظمية المقدسة. المواقف التي تحصل لنا من شيعة أمير المؤمنين ليس بجديدة، إنما هي شعيرة اتخذناها من مولانا الإمام الصادق عليه السلام الذي أحيا شعائر آل محمد وشعائر آل البيت، الذي هو أول من نصب خيمة للاستقبال زائرين جده الحسين التي تكون بين نجف وكربلاء، وهؤلاء الخدام الذين اتخذوا هذا الإمام وأئمتنا وهداتنا الذين نقتدي بهم بهذا الأمر. وما شاء الله هذا الطريق اللي شوفه آلاف مؤلفة من الزوار، بل ملايين الذين يأتون إلى مولاي موسى بن جعفر، كلهم ليس بجياع وليس بعطاشة، إنما هذا من فضل آل محمد عليهم السلام. المواساة موجودة سلام الله عليهم، كما سار مولاي موسى بن جعفر الكاظم مقيدا بالسلاسل من سجن البصرة إلى سجن بغداد، وهكذا جرت العادة، نأتي من البصرة إلى مولاي موسى بن جعفر مواسين له وقاصدين له وإيهات من الذلة، ونحن نحيي شعائر آل محمد أجمعين إن شاء الله. إن شاء الله زائرنا إن شاء الله، عظم الله أجوركم والله يتقبل دعواتكم إن شاء الله، توصلون بالسلامة. بس خلي أخوي تفضل بمكانك. السلام عليكم زائرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله لك الأجر. شلونك؟ الحمد لله. عظم الله أجورنا وأجوركم بالذكرى استشهاد موسى بن جعفر عليه السلام، وجيتنا من العمارة احنا. يا اهلا وسهلا. الله يعزك. والله انا لاول مرة اجي هاي الزيارة. اول مرة لك؟ اول مرة اجي بيها. صار لك ايش كم يوم تمشي؟ ما شاف، صار لنا يومين احنا حقيقة. صار لكم لين قدر المستطاع. شلون شفت اجواء الزيارة الخدمة؟ والله العظيم لاول مرة يعني شفت ما شايف. الحمد لله والشكر، الخدمة موجودة من كل النواحي، كل النواحي. أكيد هاي هي الخدمة، هي نفسها نجدها على الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة، وإن شاء الله أهل البيت هم كلهم واحد. والله نفسها عزاهم واحد. عزاهم واحد طبعا، نفسها وأزيد. يعني أنا أول مرة أجي إن شاء الله، بعد كل سنة إذا الله خلانا عدني، والحمد لله والشكر. الحمد إن شاء الله موفقين، والله يحفظ العراق والعراقيين بجاه الحسين. الله يحفظ. منو اليوم من طلعت للزيارة قال لك ادعينا المقربين؟ والله كل المقربين، والله العظيم جاي امشي بالشارع حتى يعني نساء كبار رجال، ادعينا يعني جد رحمه، هاي جد محبه. موفق ان شاء الله، اتمنى لك زياره مقبوله. خلينا انتقل للاخ. السلام عليكم. عليكم السلام. عظم الله اجورنا واجوركم بذكرى استشهاد مولاي موسى بن جعفر عليه السلام الذي قتل مسموما، وان شاء الله متوجهين من العماره ان شاء الله. يا اهلا وسهلا، رحمه الله عليك. اول مره لك يعني أول زيارتك أول مشي اول سنه لي سيرا على الاقدام، وان شاء الله كل سنه نحن باقين. صار لكم ايش كم يوم تمشون؟ صار لنا يومين، احنا ان شاء الله طالعين من الكوت. من الكوت. نعم. كل التوفيق ان شاء الله وماجورين. ويوفق جميع الزوار، والله لا يحرم الزوار من هاي النعمه اللي الالاف المؤلفه متجهه سيرا على الاقدام الى مولاي موسى بن جعفر. ان شاء الله موفقين، نسالكم الدعاء يا حبيبي. رحم الله والديك. السلام عليكم زائرنا. عظم الله وبركاته. أجورنا وأجوركم. عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد مولاي موسى بن جعفر عليه السلام. من جاي زائر؟ من العمارة. يا أهلا وسهلا. ما عسى ما إلا. زيارة هي إن شاء الله وحدة، أهل البيت مصابهم واحد. أكيد زيارة هي شبيهة بزيارة 40 أبي عبد الله الحسين. اليوم شلون شفتوا الطريق الرابط بين كوت بغداد المؤدي إلى العتبة الكاظمية المقدسة للمرقدين الشريفين عليهم السلام بمصاب الإمام موسى بن جعفر عليه السلام؟ نلاحظ بالطريق أجواء ممتعة، يعني مثل توزيعات مستمرة تمام، والمحبة والمود بين الزوار بيناتهم. إن شاء الله مأجورين، نسألكم الدعاء يا حبيبي. شكرا جزيلا. سلام عليكم حجينا، عظم الله أجرك. شكراكم الله يواجهك. شلونك؟ الله يحفظك. من جاي حجي؟ الكوت. والله يا اهلا وسهلا، مشكور رحم الله على والديك. جيت مشي؟ ان شاء الله مشي. موفق ان شاء الله. الله على والديك. نسالكم الدعاء. مشكور. وقبول الزياره ان شاء الله. الله على والديك. الله يسلمك حجي. سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. شكرا لذا قناة الإمام الحسين، شكرا جزيلا لافتتاح الفرصة تحديدا. شكرا لك. نعم زميلتي آلاء طاهر، وصلنا وياكم إلى ختام التغطية المباشرة على الطريق الرابط بين كوت وبغداد، ولاحظنا وشاهدنا واستمعنا هناك زائرين قدموا من مختلف المحافظات الجنوبية لعمارة البصرة، وهناك مسير على مدى أيام وأسابيع. هذه هي المسيرة مشابهة لمسيرة سيدنا ومولانا الإمام الحسين 40 الإمام الحسين عليه السلام، وأهل البيت
مصابهم واحد. شكرا جزيلا لكم وعظم الله لنا ولكم الأجر. شكرا جزيلا للزميل عمار غفار، وكانت لقاءات حية مباشرة من قضاء المدائن، هذا القضاء اللي يمتاز بقرب من ضريح سلمان المحمدي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا شكرا جزيلا أستاذ عمار. نعم مشاهدينا الكرام، معانا الآن ضيفة عزيزة من خدمة العتبة الكاظمية المقدسة، الست زهراء رضا، مسؤولة الزائر الصغير. عظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء ست زهراء. اهلا وسهلا بكم ست آلاء، اعظم الله اجورنا واجوركم وجعلنا الله واياكم من الذين يشفع لهم الامام موسى بن جعفر عليه السلام. عليه السلام، طبعا اني اغبطكم واهنيكم على هذه المنزله، انه طوال العام طوال السنين انه قرب ضريح سيدي مولاي الامام موسى بن جعفر والجواد صلوات الله وسلامه عليهم، وانتم تخدمون ليل نهار هذه الجموع المتجهه الان الى هذا المرقد المبارك. ست زهراء احب اسالك سؤال الان خطر على بالي، اني الاحظ دائما من عندنا عزيز ونودعه نقول له عباره، هذه طبعا العباره متوارثيها اهل العراق منذ الاجداد. عندنا عباره بامانه موسى بن جعفر، من عندي عزيز اريد اودعه اقول له روح بامانه موسى بن جعفر. من عندي حاجه ثمينه اخاف عليها من الضياع اخليها بمكان امين واقول عليها بامانه موسى بن جعفر. حتى من نروح بالسفر دائما نقفل الباب ونقول بامانه موسى بن جعفر. اليوم اريد اعرف من عندك، خصوصا انه انت خادمه في هذا الضريح المقدس، ما معنى هذه العباره وما مدى تطبيقها على ارض الواقع بالنسبه للعراقيين بالتحديد؟ نعم فعلا العراقيون جميعهم يستخدمون وحتى من خارج العراق كلمة أمانة موسى بن جعفر، لأننا نضع الأشياء الثمينة، الإنسان يضع أغلى ما عنده أثمن ما عنده في يد شخص أمين. نحن نثق بإمامنا المعصوم إمامنا الأمين، لذلك نضع أغلى ما لدينا في أمانة باب الحوائج سلام الله عليه. نحن في حماية ورعاية وأمانة مولانا موسى بن جعفر عليه السلام، فإذا كان لدينا مسافر أو لدينا شخص مريض أو لدينا حاجة معينة أو حتى نحن نضع أنفسنا جميعنا في أمانة موسى بن جعفر وحماية باب الحوائج سلام الله عليه. سبحان الله، كأنما أنه الآن شعور ينتابني أنه هذا الإمام الهمام حافظ على الدين اللي هو أغلى ما نملك وهو أثمن أمانة، خصوصا هو عانى في السجن صلوات الله عليه سنين طويلة من البعد المسافة طول الطريق التغريب من السجن البصرة إلى سجن بغداد إلى هذه الظروف الصعبة، لكن بقى أمين على رسالة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم ست زهراء، تلاحظون الزائرات خصوصا اللي عندهم أطفال صغار، يمكن البعض يحتار بيهم أو يبقى يمكن حتى كبار السن يلوم المرأة أنه ليش تجيبين الطفل وياك، ليش تعذبيه، ماكو داعي أنه الطفل يجي يزور بهذه الظروف. تحسين هذه رسالة وأمانة لازم نوصلها للجيل نحافظ عليها، أم أنه لا نقول أنه نعيف الأطفال بالبيت خليهم موجودين وإحنا نرجع نزور ونرجع لهم؟ يعني نحن نشجع على قدوم الطفل للزيارة، لأن الطفل أطفال وهم صغار التحدث معهم كالنقش على الحجر، يؤثر في شخصيتهم، يبني شخصيتهم، لأنهم في مرحلة طور النمو ويعني بناء الشخصية والتفكير. فنحن نشجع الزائرات لذا الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة فتحت مشروع أو ملتقى الزائر الصغير، حيث أن الزائر عندما تقدم إلى الزيارة تضع الأطفال يعني بعد أدائهم مراسيم الزيارة الأطفال يحضرون إلى هذا الملتقى الذي هو ملتقى الزائر الصغير. يبقى الطفل عندنا لمدة ساعة، خلال هذه الساعة نعرج إلى مواضيع مهمة، نشرح له من الإمامين الذين أتى لزيارتهم. البعض منهم من الأطفال يردون ويقولون الإمام الحسين وأبا الفضل العباس، لذا نحن
نحن نبدأ بتعليمهم مواقع أضرحة الأئمة المعصومين عليهم السلام. نعلمهم أن هنا إمامين، هم الإمام الكاظم والإمام الجواد عليهم السلام. نتحدث عن سيرة الإمامين، كذلك نحفظهم بعض الأقوال للأئمة المعصومين عليهم السلام. بالإضافة إلى هذا أننا نحاول بهذه الفترة الزمنية نكتشف مواهب الأطفال، فالبعض منهم له القابلية على أن يصبح رادود للإمام الحسين وخادم، والبعض منهم لديه قابلية على الإلقاء والأعمال المسرحية. فإننا نسجل أسماء الأطفال الموهوبين لكي ننمي مهاراتهم وندربهم، ويعني يقومون بالتمثيل في الفعاليات والمسرحيات عن أهل البيت عليهم السلام. أحسنتم. طيب زهراء، موقف أنه مأثر بيك من أحد الأطفال وما تنسي علاقة، مثلا علاقته بالإمام أو كلمة لأحد الأطفال ومأثر بيك وما قدرت تنسيها؟ يعني الأطفال سريعين التأثر، خصوصا إذا يعني أحبوا الشخص الذي يتكلم معهم. لذا الحمد لله والشكر أنه من بركات هذا المشروع لاحظنا أن الأطفال بدأوا يتأثرون بكلامنا، يحبون كلامنا فيطبقونه في حياتهم. يعني تحسن مستواهم في الدراسة، وأحدى يعني زائرات صغيرات ارتدت العباءة الزينبية تأثرا وأسوة بمعلمات ملتقى الزائر الصغير، حيث أن الأم جاءت وتحمل عباءتين زينبيتين وارتدوا بناتها ما شاء الله العباءة الزينبية في داخل ملتقى الزائر الصغير. ما شاء الله. تحسين هذه الحركة أنه هي أثرت بالعائلة ككل، مو فقط على الأطفال؟ يمكن أنه ألاحظ أن الطفل هو يبدي أثر على العائلة، مو العكس، مو العائلة تأثر على الطفل، خصوصا الأطفال اللي مرتبطين بهذا الموسم يلاحظون مثلا الخدمة. أنا عندي طفل صغير أنه كل ما يشوف الخدام بالمواكب يقول أنا أريد أخدم، أنا أريد أفتح موكب، لازم أنه أنا أجمع طول السنة حتى أفتح موكب وأخدم زوار الإمام موسى بن جعفر. نعم، الحمد لله أنه المشروع أثر على الأطفال حتى في منازلهم. حقيقة أن بعض الأمهات قالوا يعود الطفل إلى المنزل يعلمنا أنه كيف نتوضأ، يعني الوضوء الصحيح، يشرح لأهله ما تعلمه في داخل ملتقى الزائر الصغير. والبعض منهم أثر فيه الملتقى لدرجة أنه أصبح يدعو زملائه في المدرسة، زوروا العتبة الكاظمية المقدسة، زوروا موقع الزائر الصغير. نعم. بالإضافة إلى أن الأهالي يفرحون عندما يرون أطفالهم. نعم. طيب ست غفران، علاقتكم أنتوا في سؤال آخر وجانب آخر، علاقة خدمة الإمام موسى بن جعفر يمكن هذه والمحمد الجواد سلام الله عليه، أنتوا طول السنة في هذا الضريح المقدس، تلاحظون مثلا أكو هذا الموسم موسم شهادات الأئمة يصير زخم على العتبة الكاظمية، شلون تقدرون انه تجددون الطاقه، تجددون العهد، تجددون الولاء؟ هم يصير عندكم مثلا بعض الزائرات ما تقدرون مثلا انه تتواصلون وياهم، او انه ما تقدرون تتعاملون وياهم، وشنو السبل اللي اتبعتوها حتى تحاولون تطورون من قابلياتكم في هذا الجانب؟ نتحدث مع الام عندما نلاحظ طفلها مثلا انه يعني خجول او متردد او لا يستطيع ان يعبر عن ما في داخله وعن رايه، ربما لديه مهارات وطاقات انما يخجل ولا يجد الفرصه المناسبه ليعبر عنها. نتحدث مع الام اولا، انه كيف ممكن ان تنمي مهارات طفلها، وكيف انه يعني يصبح طفلها شخص يعتمد عليه في المجتمع. بالإضافة إلى أن خدمة الزائرين شرف كبير وعظيم لنا، لذا نحن نفرح ونتشرف بزيارة كل زوار الإمامين عليهم السلام. وعلى العكس أننا نحزن إذا لاحظنا أن الزائرين لم يحضروا، كما في أيام فيروس كورونا، فكان يعني الخدم يعني وصلت مراحل أننا نبكي لأننا لا نرى الزائرين. فالحمد لله والشكر لله. الآن عادت الزيارة المليونية، وإن شاء الله نتشرف ودائما وأبدا بخدمة أهل البيت عليهم السلام. عليهم السلام. تصير بيناتكم أنتم داخل الضريح المقدس منافسة بين الخادمات، أنه من اللي تبذل أكثر من ساعات خدمة، أو من اللي تتقرب أكثر بمكان أنه من الضريح المقدس؟ فهذه المنافسة
دائما ما تخلق روح ارتباط بالإمام المخدوم. أكيد إحنا في كربلاء وموسم زيارة الأربعين، دائما ما ألاحظ أنه الخادمات يتنافسون ما بيناتهم على أكثر عدد ساعات من الخدمة، وحتى أخواننا خدمة الإمام الحسين أيضا في المواكب يصرون أنه يواصلون الليل مع النهار، وتشوفي ما تعبان لكن من يروح للبيت أنه يمكن أبسط حاجة يقول أنه لا أنا ما أقدر أنه أدي هذا اليوم الواجب، أو خليها أجلوها على باكر، حتى لو كان الموقف يعني بسيط، لكن هنا نلاحظ أنه تواصلون الليل مع النهار في هذه الخدمة. نعم الحمد لله، البعض يعني ينتهي دوامه لكنه يعمل لساعات تطوعية حبا نعم. بالإمامين عليهم السلام، أن أئمة أهل البيت هم السبب أو الوسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هم باب الجنة، لذا فنحن نتشرف بخدمتهم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أحسنتي. طبعا مشاهدينا الكرام، حقيقة أنه يعجز اللسان عن وصف خدام الإمام عليه السلام. أيضا ألاحظ أنه مو فقط الرجال تخدم في مواكب الخدمة، لكن هذا الشرع يغص بالطاقات النسوية، مواكب نسوية، مواكب مبيت، أيضا تقديم الخدمات لزوار الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وأيضا تحميل أنه الآخر الطرف الآخر جميل، كأنما إحنا أصحاب الجميل اللي ننزل على أصحاب المواكب، مو هم أصحاب الجميل والمنة. ست زهراء، هذه المواكب أيضا أكيد أنه على طول الطريق، يعني من منازلكم من اتجاهكم إلى عملكم في العتبة الكاظمية تمرون على هذه المواكب، شنو أبرز اللقطات اللي شاهدتيها وشنو الوصايا اللي توصين بها خدمة الإمام موسى بن جعفر؟ الحمد لله أن المواكب قدمت من جميع محافظات العراق، نعم. من جميع محافظات لكي تنال شرف خدمة الإمامين الجوادين عليهم السلام. إنهم يقدمون كل ما لديهم، يقدمون الغالي والنفيس لأجل خدمة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، بالإضافة إلى أن الجميل أصبح في الزيارات المليونية تصل يعني رسائل كثيرة، وكذلك استفتاءات شرعية موجودة، يعني الحمد لله، يعني أكيدا أننا الأشياء التي نوصي فيها أو الأدعية المهمة التي نوصي فيها جميع الخدم والزائرين هو تعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وأن يكون صاحب العصر والزمان هو الدعاء الأول في جميع دعواتهم. إن شاء الله يعم الأمن والأمان على بلدنا وعلى بلاد المسلمين ببركة مولاي صاحب العصر والزمان، وببركة هذه القلوب الموالية لمحمد وآل محمد. أكيد مشاهدينا الكرام وأنتم خلف الشاشة تشاركونا هذه المشاعر الجياشة حقيقة، وأيضا يتجدد علينا مواسم الحزن، مواسم عزاء أهل البيت عليهم السلام. أيضا هناك بعض المشاهد حقيقة يعجز اللسان على وصفها، ممكن أن تشاهدوها من خلال قناة الإمام الحسين عليه السلام، حتى نثبت للعالم أجمع أننا أصحاب حق، أصحاب مبادئ، أصحاب قيم. هؤلاء الأئمة اللي ضحوا بأنفسهم، بذلوا الغالي والنفيس، تحملوا عذاب السجون، تحملوا عذاب السم، تحملوا عذاب البعد والغربة عن الوطن. كل هذه القيم والمبادئ دائما ما نحاول نذكر نفسنا بها من خلال مواسمهم الشريفة، وخصوصا موسم زيارة سيدي مولاي موسى بن جعفر عليه السلام، هذا الإمام اللي دائما ما نتأسى به ان احنا اهل العراق خصوصا، ودائما ما ترتبط مشاعرنا بمشاعر هذا الإمام وابنه الإمام الرضا عليه السلام وحفيده الإمام الجواد عليه السلام. هذه العلاقة التكاملية مع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم هي من تخلق شخصية الإنسان العراقي، هي من تخلق شخصية الفرد العراقي، هي من ساهمت ببناء مجتمع إن شاء الله يكون هو الوارث لدولة الحق إن شاء الله. طبعا مستمرين معكم مشاهدينا الكرام من خلال شاشتنا، شاشة قناة الإمام الحسين، بالمواكبة لهذه الزيارة وأيام الزيارة، وإن شاء الله تكون زيارة مباركة متقبلة ببركتها تفرج عن الأمة كروبها وهمومها إن شاء الله. اسمحوا لي الآن أن أشكر ضيفتي العزيزة ست زهراء، شكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله عملكم متقبل وخالص لوجه الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لكم وتقبل الله أعمالكم إن شاء الله.
شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، نصل الآن إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. كل اللي أتمنى أنه ما تنسوني وكادر قناة الإمام الحسين من بركة دعواتكم، وأيضا قلدونا الزيارة والدعاء، وإحنا بدورنا أيضا نقلدكم الزيارة والدعاء في كل مراقد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. حتى ألتقيكم يوم غد إن شاء الله، أقول لكم في أمان الله وعيني رعايته.